مشاهدينا الأعزاء، لو سهل بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى جديدة من زدني علما أنسكم فيها، ويسعدنا أن تكون المؤانسة مع مشاهدينا داخل تونس وخارجها، ونلتقي معهم في حلقة أخرى من زدني علما مع موضوع جديد ومع أسئلة أخرى جديدة نحاول أن نتواصل فيها معكم في كل حلقة، استجابة لأفق انتظار المتلقي اللي يتواصل معنا، سواء كان من خلال البريد الإلكتروني وإلا من خلال الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك وإلا بالتليفون. تجمو تكونوا حاضرين معنا مباشرة في هذا البث المباشر معكم عن طريق الرقم 74 621 607، بإمكانكم أن تكونوا معنا وتتصلوا بنا للمشاركة وأيضا لطرح استفسار أو موقف معين يتعلق بموضوع حصتنا أو إبداء رأي في ما يتصل بمختلف المواضيع اللي تكون معكم في كل حصة من زدني علما. مشاهدينا الأعزاء، اليوم مش نكون حاضرين معكم في موضوع عنده صلة كبيرة بما يطرأ على مجتمعنا وعلى حياتنا وعلى كذلك أسرنا من ظواهر قد تبدو للبعض طبيعية ولكنها للكثير منا تبدو غريبة عن مجتمعنا وحتى انسادت، لا بد من أن نتعاطى مع هذه الظواهر بكثير من العقلانية. فما ظاهرة تبدو منتشرة، وهذه الظاهرة الناس الكل ربما لاحظتها خاصة بعد الثورة، وهي ظاهرة انتشار العنف سواء كان لفظا أو سلوكا وممارسة عند الناس، عند المحيطين بنا، عند ما نشاهدوه، ما نلاحظوه، ما ربما ينتاب السلوك اليومي من أشكال هذا العنف المرفوض تماما في سلوكنا. فما هو العنف مشاهدينا الكرام؟ كيفاش نفسر انتشار هذه الظاهرة خاصة بعد الثورة في بلادنا، ولينا نسمع بكثير من المشاكل، وفما برشا ملفات وفما برشا قضايا تنتشر في المحاكم أسبابها العنف. ما هي هذه القيم التي طرأت على مجتمعاتنا ولما تركت المجال لأشكال العنف المرفوضة؟ أين قيم الرحمة؟ أين قيم اللين؟ أين قيم الرفقة اللي تربينا عليها في بيوتنا، في أسرنا، في عائلاتنا، في مدارسنا؟ لماذا تركت هذه القيم المجال إلى قيم أخرى هجينة في مجتمعاتنا اليوم موجودة في حياتنا؟ كيف نستطيع أن نحد من هذه الظاهرة؟ وما هي الحلول الممكنة اللي تخلينا نتعامل تعامل إيجابي مع هذه الظواهر السلبية المرفوضة، خاصة لدينا شئتنا اللي يلزمهم يتربيوا على قيم سليمة ويتربيوا على قيم تكون دائما قيم الحوار واللين والرفق والتعامل الحسن؟ انتم تجمو تكونوا حاضرين معنا من خلال التليفون 74 621 607، وتقولون خاصة شنية الأسباب، شنية أبرز الأسباب اللي تراوها انتم مبعث لانتشار السلوك العنيف وألا لللفظ العنيف الموجود في تعاملنا اليومي وألا حتى في تعاملنا من خلال محيطنا الضيق، حتى في أسرنا، حتى في عائلاتنا؟ علاش العباد ولات متشنجة برشا؟ علاش العباد ولات تتنرفز فيسع وترد الفعل بشكل عنيف؟ هذه هي الأسئلة اللي حاولوا نطرحوها معكم، ومعكم أنتم أيضا نحلل أبرز هذه النقاط. فمرحبا بكم، ومرحبا أيضا بالأستاذين الجليلين اللي أنسونا في الأستوديو اليوم، الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي نوري، أهلا بأخي الأستاذ محمد، مرحبا بحضرات النظارة الكرام. نتمنى أن نقضي حصة ممتعة ومفيدة فيها من التفاعل ما تعودنا عليه إن شاء الله، فعل الوفاء والعهد دائما إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أنسنا في الأستوديو الأستاذ محمد المدنيني. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أمين إن شاء الله. شكرا لضيفينا والأستاذين الجليلين اللي في كل مرة إلا ونلقاو عندهم المعلومة المبسطة، ونلقاو عندهم رحابة الصدر باش يجاوبوا على أسئلتكم اللي توصلنا في البريد الإلكتروني وفي الفيسبوك وأيضا من خلال التليفون اللي خليكم مباشرة معنا في هذه الحلقة لموضوعها العنف في حياتنا وأسباب انتشار العنف في حياتنا. لابد أن تكون الأصوات متنوعة في هذه الحلقة لتستند إلى أخصائيين، إلى ناس عندهم القول الفصل في مستوى
التعريف بهذه الظاهرة وخاصة أسباب انتشار ظاهرة العنف في حياتنا. هك علش مش استندوا في روبورتاج أول ليكم انتوما، ولكن قبل ذلك إلى مختصين في علم النفس مباشرة مع هذا الروبورتاج، ثم لنا عودة معكم ومع ضيفينا الكريمين في موضوع العنف في حياتنا. كيفاش يمكن أن نفسر ظاهرة العنف من الناحية النفسية والاجتماعية، وما هي أسباب تفاقم هذه الظاهرة بعد الثورة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة ظاهرة كبيرة ياسر، ظاهرة العنف في المدارس، في الشارع، في المستشفيات، على الأطباء، أطباء ولا تضرب، في الشاشة، في المجلس التأسيسي، عنف، عباد تنجز من فوق الكراسي، من فوق الطاولات في مجلس تأسيسي. هو الثورة هذه صحيح الثورة تفرعس شوية البلاد، وبعد الماء يولي مخثر وبعد يركح، تحبله شوية وقت، حاجة طبيعية. ولكن احنا راهو برامجنا دراسية ويزمنا نراجعوها، يزمنا نشوفوها، الأخلاق الإسلامية ندرسوها بالباهي، يلزم تلمذتنا ولا وعندهم برشا عنف حتى على الأخوة الأساتذة، يعني يعانيوا ولا يخافوا من التلامذة. العنف بصفة عامة احنا نعرفوا اللي هو من مكونات الإنسان وداخل في تاريخه وتاريخ الإنسانية بصفة عامة. العنف هو نجم نعتبره رد فعل على معنى أو تجاه عدم الإحساس بالأمان وبالاطمئنان. بصفة عامة احنا نقولوا علاش زادت وتفاقمت أو تفاقم العنف بعد الثورة، لأنه نجم نعتبره أنه فما نوع من الاهتزاز المعايير الاجتماعية، وبالتالي يخلي المواطن بصفة عامة في حالة حذر، في حالة توقع السوء من طرف المقابل، وبالتالي نجم تلقاه وذيك هو يسبق مع كل الأسف بالعنف، باش ما وكأنه يعتبره دفاع شرعي لنفسه. علاش تزيد العنف اللفظي والمادي في حياتنا وخاصة بعد الثورة؟ بعد الثورة أكيد العنف سبب بتاعه هي السياسة، والرجال بتاع السياسة هما سبب في هذا الكل، خاطر ما فماش احترام، فما حكومة ومعارضة دونك يستعملوا في المواطنين اللي كيفنا باش يعملوا العنف باش ما تركحش البلاد تو سامبلومون. ما عادش فما امن بالباهي، ولينا نتعلموا بحرية كبيرة برشا تلفاصون، ولا كل واحد يتصرف على حريته، حتى حد ليه هو يشد ولا يحكم فيه ولا فهمتني. لا برشا معناتها كنا نحن عايشين قال الرجل ما مسيب على البطيخ، معناتها فهمني كيفاش الظروف اللي شذت البلاد الكل، معناتها كسوا سياسية ولا ثقافية ولا فهمتني. صارت الثورة الناس حينها تحلت، فهمت، ولكن حد يقول لك تي نورمال الثورة حرية خويا نعمل شي نحب. الأمن مبقاش معناتها مستقر في البلاد، ولا الإنسان مبقاش ينجم يخرج ولا يخاف على روحه حتى باش يمشي في بقعة، معناتها يحس ديما فماش أمن في البلاد وكهو، معناتها تحس الأمن مقصر شوية. على خاطر قبل ما كانش مسموح كون الإنسان يبدي آراء مختلفة، تو ولات الآراء مختلفة تظهر حتى على التلفزة وفي وسط المجتمع وفي النقاشات حتى العائلية، ويتوندوني احنا شعب مازال ما تعودش بالاختلاف الآراء ولا ما يقبلش هيك الشيء، هيك الشيء يولد كل ردة الفعل سورتو بالعنف اللفظي ولا العنف الجسدي ولا حاجة. والله هذا كله راجع للعقلية متاع المواطن. في بالي أنا قبل الثورة ولا بعد الثورة من برنسيب شيء ما تبدل، من برنسيب نتطوره، معنا سي بيزار باش نوصلوا للمرحلة كما هذه. من برنسيب كما قلت لك ديما يرجع لعقلية المواطن التونسي، خاطرني نشوف معناتها كل حد يقول كلام وكل انسان ما تمتشدد في كلامه وما يحبش معناتها يقبل اراء معناتها الناس الاخرين، كي جاير معناتها الكلام نتاع الناس الاخرين ويحللهم معناتها ويقعدوا مع بعضهم يتفاهموا حلقوا معناتها حل، كل عبد ما تمتشدد في قراراته. كل واحد يتشبث بقراراته، كل واحد يتشبث بموقفه، كل واحد يتشبث بتصرف معين يخليه احيانا ينزاح الى انه يمارس العنف،
وربما العنف هذا يولد مشاكل أكبر سواء كان بالنسبة إلى الفرد وإلى المجموعة. ولينا نشاهد العنف موجود في الساحات العامة، ولينا نشاهد العنف موجود في الإدارات، ولينا نشاهد العنف موجود في الفضاءات السياسية، ولينا نشاهد العنف في بعض الفضاءات الإعلامية، نشاهد العنف في الإدارات، في المدارس، في المعاهد. هذه الكل علاش؟ قضايا كثيرة موجودة في المحاكم أسبابها ممارسة العنف سواء كان عنف لفظي وإلا عنف مادي. وأكيد اللي الناس الكل مستغربة علاش بعد الثورة خاصة اللي مفترض أنه الناس تنعم فيها باستقرار وتنعم فيها بظروف أفضل وأحسن، نلقاه مجال أسوأ في مستوى ممارسة السلوك وخاصة خشونة في ممارسة الأفعال بدل الحوار واللين والرفق. المبادئ اللي تربينا عليها وليدعو لها ديننا الحنيف أسباب كثيرة، فما بعض المختصين حلوا بعض هذه الأسباب كما شاهدنا في الروبورتاج مع بعضنا. ولكن خلينا بداية نتعرف شنو هالعنف هذايا، هذه الظاهرة اللي من حين لآخر تبدأ موجودة في حياتنا. الأستاذ محمد المدنيني، يريد بدءا ننطلق بتعريف العنف، شنو هذا العنف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقتي وأستعين بكل بساطة نقول إن العنف هو ضد اللين وضد الرفق، وهو إلحاق الضرر بالآخر سواء كان هذا الضرر ماديا بالاعتداء على الممتلكات سرقة ونهبا، وقد يكون هذا الاعتداء جسديا بالضرب وبالسجن والحبس وبالقتل، وقد يكون هذا الاعتداء كذلك، وقد يكون هذا الإيذاء أو هذا الضرر نفسيا، وذلك عبر التقريع وإلا عبر الحط من القيمة وإلا من الاستهزاء وإلا من الاستنقاص بشأن الآخرين. هذا يترتب عليه فيما بعد ردة الفعل. نعم. يعني المعاملة القاسية سواء كانت لفظا أو كانت فعلا أو كانت ممارسة أو كانت سلوكا، لابد من أن ينشأ، إذا ما كانت قاسية لابد من أن تنشأ عنها ردة فعل قوية وعنيفة. نعم. وإحنا لو كان نرجع للدين متاعنا نلقاه بالأساس، ونحن نتحدث عن العنف الذي هو ضد اللين، إذا ما عدنا إلى أصول ديننا نعود إلى القرآن، يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله فيبين أن من أهم الخصائص التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللين. نعم. هو الرفق في تعامله مع الناس أجمعين بمؤمنهم وكافرهم. يقول ربي سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم لينا في معاملة رفيقا رحيما بالمؤمنين، لو كان قاسي القلب، لو كان غليظا في المعاملة، ما أمكن أن يجتمع حوله هذا الكم الكثير وهذا الجم الكبير من الناس الذين آمنوا به وآمنوا بدعوته. إذن بالإضافة إلى أصول الأخرى في القرآن وفي السنة التي يقوم عليه الإسلام والتي تؤكد على أن اللين وعلى أن الرفق وعلى أن السماحة وعلى أن المعاملة الطيبة وعلى أن الاعتداء، هذه كلها من الصفات التي ينبغي أن يتميز بها المؤمن في علاقاته ومواقفه وتصرفاته وفي معاشرته للآخرين. نعم. الميل إلى الخشونة، إلى الشدة، إلى الغلظة أحيانا أستاذ محمد، هل يعد ذلك طبيعة في الإنسان، غريزة في الإنسان؟ والإنسان في أصل فطرته، في أصل الفطرة، وأن يكون لينا، أن يكون رفيقا، هذا يعني الأصل، هذا الأصل، يعني هذا الأصل. هيك علاش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يولد الإسلام على الفطرة، أي يولد الإنسان أو يولد المرء على الفطرة، أي في الإنسان الاستعداد وقابلية أن يكون طيبا أو قابلية أن يكون سيئا، قابلية أن يكون رفيقا، قابلية أن يكون عنيفا، بحسب ماذا؟ بحسب طبيعة الثقافة وبحسب البيئة وبحسب التربية التي نشأ عليها. نعم. إذا كانت هذه جميعا، يعني إذا كانت النشأة الاجتماعية وإذا كانت البيئة طيبة وإذا كانت الثقافة تشجع على الحوار وعلى الجدال الحسن وعلى الكلمة الطيبة وعلى تقبل الرأي الآخر، فإن هذا سينشئ أناسا
طيبين ينشئ ناسا رفقاء رحماء فيما بينهم. نعم. والعكس بالعكس. نعم. كذلك إذا كانت هذه القيم إذن أستاذ محمد ومشاهدين الكرام، اللين، الرفق، المعاملة الطيبة الحسنة هي الأصل في الإنسان، فلما أصبحت اليوم في كثير من الأحيان بلا جدوى وتركت المجال إلى قيم أخرى وإلى ربما نقولها بين ظفرين ثقافة تستمتع بالعنف وممارسة العنف؟ أستاذ أحمد، لما ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. لماذا حل العنف محل اللين؟ الحقيقة هو لا يخلو زمان ولا يخلو حال الناس من وجود الظاهرتين، فهناك أناس بطبعهم يتسمون باللين وباللطف، وهؤلاء غالبا ما نجدهم من الناس الذين تربوا تربية أصيلة على المبادئ والقيم والأخلاق والدين، وهناك أناس عدوانيون يبادرون بالعنف. نعم. لفظا وسلوكا، بطشا بأيديهم وإيذاء للناس بألسنتهم وجرحا لمشاعر الآخرين، وربما يستلذون بذلك وربما يعتبرون ذلك أمرا عاديا. اللي خلى ربما ظاهرة العنف تتفاقم وتكثر، وانت قلت فترة ما قبل الثورة وما بعد الثورة، وأحد المشاهدين في الروبورتاج يقول لا فرق بين قبل الثورة وبعد الثورة، هذا من حيث المبدأ لا فرق، لكن ربما مظاهر العنف كثرت بعد الثورة. صحيح. شنو الأسباب اللي خلتها تكثر؟ هو هذه المساحة من الحرية التي تنفسها المجتمع وهو غير ربما مهيئ لها. الناس وجدوا أنفسهم يفعلون ما يعن لهم وربما ليس هناك رادع. شنو الأسباب لذلك؟ شنو الأسباب؟ الأسباب هو في بداية الثورة فيما بعد الثورة كان هناك انفلات أمني، والسلطة لها قيمتها في الحد من العنف. نعم. والسلطة، وسيدنا عثمان بن عفان يقول رضي الله عنه وأرضاه: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فربما التربية والوعظ والإرشاد، الأئمة يعظون الناس في وسائل الإعلام، برامج توعي الناس في العائلات، العقلاء، ولكن إذا كان الأمن ضعف فبعض الناس تظهر لديهم هذه الظواهر وينفلتون ويفعلون ما يعن لهم. نعم، احنا مش نزيد نفصل القول، خاصة أستاذ أحمد في مستوى الأسباب، هل هي أسباب ترجع بالأساس إلى الفرد أم هي أسباب ترجع بالأساس إلى المجموعة أو إلى مصادر أخرى اللي رسخت العنف واللي خليت العنف يكثر في بلادنا وربما يصبح ظاهرة أو ثقافة أكبر من ذلك؟ كل هذه الأسئلة مش نجاوب عليها مباشرة بعد الفاصل وموضوعنا يتواصل. الرأي والرأي المخالف، حوارات في العمق، رصد لتداعيات الأخبار وصدى الأحداث، استطلاع لآراء الخبراء من كل الاختصاصات والاتجاهات، كل هذا في رجع الصدى. لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، مناسك الحج خطوة خطوة على قناة القلم يوميا مع الشيخ فتح رباعي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في زدني علما، ومرحبا بمشاهدينا اللي يتصلوا بنا ويكونوا حاضرين معنا في المشاركة لموضوع العنف في حياتنا، أسباب العنف وخاصة نتائجه اللي تجم تكون عندها مشاكل أكبر على المجتمع وعلى الفرد. مرحبا باتصالاتكم عن طريق التليفون 74 621 607. تخليكم مباشرة معنا في البرنامج ومع الأستاذين أحمد بوشحيمة ومحمد المدنيني. أستاذ محمد، قلنا أنه أسباب كثيرة ربما تخلي العنف ينتشر وربما يسود في حياتنا، هل الأسباب هي أسباب راجعة إلى الذات وألا ثم أسباب تخلي المجموعة مسؤولة عن انتشار هذا العنف؟ إذا ما أردنا نتحدث عن الأسباب يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول يتصل بطبيعة الذي يمارس العنف. نعم. وقت أقول بطبيعة الذي يمارس العنف، الفئة الغالبة عليها ممارسة العنف في المدرسة، في الشارع، اليوم في مستوى الأحداث السياسية هي فئة الشباب. هذه التي تمارس العنف. يعني ثم جانب كبير عنده متعلق نقول بالتنشئة فيما يتصل بمرحلة المراهقة والتي تمتد فيما بعد إلى مرحلة الشباب. الجانب الثاني يعود إلى النشأة الاجتماعية. وقت تقول يعود إلى النشأة الاجتماعية ينطلق أساسا من العائلة. وقت اللي نرجع للعائلة، الظروف الملائمة للحياة المتوازنة للفرد داخل العائلة هي التي من شأنها أن تعد الفرد أعدادا سويا فينشأ نشأة متوازنة فيكون لينا رفيقا في معاملته لمن يعيش معهم وفي معاملته للآخرين خارج البيت. نعم. أنا إذا كان ثم توتر في العلاقة الزوجية والتوتر هكا يظهر من خلال المعاملة بين الزوجين، الأثر متاعه مش ينتقل للأبناء. يعني إذا كانت الفظاظة والغلظة والكلمة النابية تخرج من الزوج إلى زوجته وترد من الزوجة على زوجها والأبناء يشاهدون ذلك، هذا مش يولي يخلي أثر نفسي كبير في الطفل ويهيئ الأسباب لممارسة العنف عندما يحين الظرف لممارسة هذا السبب. اثنين، لأن إذا كان العائلة تشكو التفكك، يعني لأن مثل الحالات متاع من خلال الإحصائيات الحالات متاع ممارسة العنف عند الشباب الجانح هي خاصة في هاك اللي تلقى فيها مثال حالات متاع طلاق، البو في شيرة والأم في شيرة والوليد مشتت، يعني ما قاش الوضع بالضبط. نعم. ما قاش باش ما نطولش أكثر. بالإضافة إلى الأسرة نرجع للمدرسة. المدرسة في العلاقة بين المربي والمربى إذا كانت قائمة على أساس العقوبة وعلى أساس الغلظة وعلى أساس المعاملة القاسية وعلى أساس الكلمة السيئة، إذا كانت هذه من الطرفين، نعم، والأساس تبدأ من المربي. يعني إذا كان ما يتعاملش معاملة برفق وبلين، خاصة مع أولئك الذين يخطئون، واحنا نقول واحنا في التربية نقول ان الخطأ هو منطلق لبناء المعرفة وهو منطلق كذلك للتربية. ايش هو الذنب؟ يقول لك انا الاستاذ وقع علي العنف، وقع تعنيفي لفظا ووقع تعنيفي ممارسة. لا، هذه نتيجة مو السبب. هذه ليست لا هذه أسباب نتيجة أيضا؟ لا هذه نتيجة مو السبب. ردود فعل أعنف. نعم، ردود فعل أعنف. أختي اللي تربطها بعدنا تو بعد ما تحدثت على الأسرة وتحدثت على المدرسة نتحدث حتى على في الإطار الاجتماعي وفي الإطار السياسي. نعم. عندما تكون الآفاق مسدودة أمام الشباب، عندما تكون البطالة متفاقمة، عندما يكون مستوى المعيشة متدنية. نعم. عندما لا يكون هناك تكافؤ في الفرص، عندما نجد هذا التنافس والتجاذب السياسي، وعندما نجد كذلك الحوارات التي تعطينا صورة
سيئة عما يمكن أن يكون عليه المتحاورون. هذا الكل ينبع على أننا بالفعل لم نتربى التربية السوية التي تؤهلنا لأن يقبل بعضنا بعض. اختب بكلمة أو بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناده ضعف لكن المعنى متاعه صحيح، إنما بعثت معلما ولم أبعث معنفا. فيه دلالة على أن عملية العنف تتصل أساسا بالتربية، وعلى أن التربية لها دورها في التأسيس لثقافة العنف أو في التأسيس لثقافة السماحة واللينية. نعم، ذكرت أسباب عديدة أستاذ محمد، وقلت أنه تجم تكون أسباب راجعة إلى ما هو اجتماعي، إلى ما هو اقتصادي، إلى ما هو تنموي، إلى ما هو نفسي، أحيانا إلى ما هو وجداني. الإنسان يشعر بالقهر، بالظلم، يشعر بكونه ربما منبوذ ولا مهمش، فيكون ردود فعله عنيفة، وهذه أسباب فعلا موجودة. ولكن احنا ديما نبحث عن أن نعالج السبب، صحيح شخص الظاهرة، ولكن كيف نستطيع أن نعالج هذه الأمراض، هذه الحاجات اللي نرفضوها في حياتنا. اليوم نلقاو الشاب يضرب الكبير، الكبير ربما يسمع ألفاظ نابية في الشارع، نلقاو أيضا المسؤول ربما في الإدارة يتعنف، نلقاو كذلك ملاعبنا اليوم فاقدة للجماهير في ممارسة فن من الفنون. علاش كل هذا؟ لأنهم خايفين من العنف ربما اللي قد يسود بين الجماهير. فلما كل هذه الأسباب وديننا ومرجعيتنا تنبذ هذه الثقافة العنيفة وتدعو إلى اللين والرفق والرحمة والتعامل الحسن؟ يا أستاذ أحمد، في ديننا كثير من المبادئ السامية اللي تخلينا نمشي في طريق قويم وصراط مستقيم. نعم، وكأني بك قدمت الإجابة، فديننا نجد فيه الحلول. نحن لو درسنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تلكم السيرة العطرة الفواحة التي تنضح بهذه المعاني، معاني الرفق، معاني الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية اللي استشهد بها الأستاذ محمد منذ قليل مخاطبا رسوله الله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كنت لينا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته وعلم أهله الرفق. كان جالسا يوما فمر عليه قوم من يهود فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة وكانت جالسة إلى جانبه: وعليكم السلام، ولعنكم الله وأعد لكم عذابا عظيما. فقال لها: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف وإياك والفحش. وبين لها كيف ترد عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر من معناها إذا مر عليه قوم من يهود وقالوا: السلام عليكم، وهم يريدون بذلك كلمة السلام يعني الموت، يريدون بذلك الموت، فيرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: وعليكم، ولا يزيد على ذلك. وأنس بن مالك الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما أف، ولا قال لي شيئا فعلته لما فعلت كذا، وما قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. فكان في سيرته صلى الله عليه وسلم معناه قدوة ومثال ونموذج. كان يجيوه الصحابة ويتحملون الأذى من قريش ويرون رسول الله صلى الله عليه وسلم تضايقه قريش وتعنفه وتؤذيه، فيقولون له: يا رسول الله، أدعو على المشركين. فيقول عليه الصلاة والسلام: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هكذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام ينشر قيم الرحمة. بالله لو 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 درسنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام وكيف كانوا يتعاملون فيما بينهم وكيف رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو درسنا هذه القيم في مدارسنا، لو الآباء اقتدوا وأخذوا من المنهل هذا النبع الصافي، أخذوا هذه القيم وبثوها في عائلاتهم. احنا اليوم الوليدات الصغار من هما في سن ربما الطفولة الأولى
يفتحوا لهم التلفاز يلقاوا صور متحركة فيها أفلام عنف، المراهقون يشاهدون أفلام عنف، أفلام هذه الرياضات العنيفة وهذه معناها الأبطال اللي يعطيهم هكا هالة من الإعجاب حتى يعجب بهم الشباب. هذا يعلم الشباب العنف ويعلمهم، هذه من الأسباب اللي خلاتنا نبعدوا في عوض نمشيوا للنبع الصافي وللموارد الحقيقية والأصيلة الأصالتنا. كيفاش تربوا أبائنا وأجدادنا، كيفاش كان فما حياء، كيفاش كان فما الصغير معناها يرفق به، هذا كل ابتعدنا عليه. نعم. لأنه اختلطت المؤثرات وفما مؤثرات وافدة علينا. نعم. والوافد هذا نحن في الإسلام لا ندعو إلى غلق نوافذنا وأبوابنا عما يأتينا من الخارج، ولكن ينبغي أن ندرس ما نأخذ عن الخارج. نعم. في الأثر الحكمة ضالة المؤمن، وهو حديث معناها في بعض الروايات، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها ويأخذها. نعم. يعني نستطيع أن نأخذ من الصيني ومن الهندي ومن الشرقي ومن الغربي، ولكن بالمعايير وبميزان العقل وبميزان الأخلاق وبميزان الاستقامة يمكن أن نستعيض عن أفلام العنف وعن برامج التي تمرر ربما حاجات في نفس الإنسان، هذه القمار وما إلى ذلك والبرامج اللي فيها سخرية من الناس، هذا ما هو يولد عنف، يولد اللي تسخر منه تماه هو سيغتاظ. والله تعالى يعلمنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نعم. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. نعم. يعني لابد أن نعي جيدا هذه المسائل وأن نعود إلى أصولنا وأن نرتب برامجنا التعليمية الإعلامية المجتمعية، أنشطة شبابنا، أنشطة أبنائنا، لعب الأطفال فلسفة كبيرة. نعم. كيف تعلم الطفل العنف من خلال لعبة، وذلك نشد اللعب بالرشاشات والدبابات والأشياء هذه. نعم. هذا أمر مرفوض، هذا أمر خلينا نشوفه، يستدعي أن نعيد فيه النظر. خلينا نشاهدوا. نعم. نشاهدوا مشاهدين الكرام هم يتفاعلوا معنا من خلال موضوع اليوم في حصة مباشرة من زدني علما وتتعلق أساسا بالعنف وانتشار العنف في حياتنا اليوم. خونا ناجي عمر من تونس، أهلا وسهلا بك ناجي. السلام سيدي، لاباس عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، شو أحوالك سيدي؟ يعيشك ربي يفضلكم وفهمتني ويعطيكم الصحة على البرنامج هذا. يعيشك، شكرا لك. فهمتني ورحبوا بضيوفكم الكرام. يعيشك. فهمتني. أنا عمر النازري من تونس، نحب نقول كلمة اللي بابتعادنا عن الدين. نعم. أنا نفقد جميع الأخلاق، فهمتني، نفقد الأخلاق الكل، ونحن كان الدين كان هو الوسيله الوحيده للمعاملات. سيد الخلق، سيد الاخلاق، لو نتبع سيد الاخلاق نبتعد على العنف ونبتعد على جميع انواع العنف. نعم. حسب رايك انت الاسباب هي اسباب راجعه بالنظر الى المرجعيه اللي ينتمي لها الانسان، وتخليه ربما إن ابتعد عنها يحيد عن الطريق القويم ويولي يمارس في العنف. حسب رايك سي ناجي، تراشي أنه البو واللم في العائلة وفي الدار ساعات ميربيوش صغارهم على أهمية الاختلاف واحترام الاختلاف بين بعضهم، معناها كان اختلفت أنت وأخوك يزمك تمارس معاه ردة فعل تكون عنيفة، كيفاش يكون حسب رأيك أنت موقف البو ولا الأم في الدار في أنهم يأصلوا لدى الصغار ولدى الناشئة التربية على قيم تنبذ العنف وتبتعد عن كل أشكال العنف؟ أكيد. كيفاش مسؤوليتك انت كابو كرب عائله؟ انا نقول الوالدين اللي بعاد على الدين واللي بعاد على فهمتي. أيوة. هم الناس اللي بعاد على الدين، هم الناس اللي يخولوا الصغار معناها مش يستعملوا العنف. نعم نعم. لو كان معناها فهمتي سبحان الله وجلال يقول لك ياخذ شيء لا يعطيه، فهمتني؟ صحيح. لو كان هم متغذين بالاخلاق ومتغذين بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وفهمتني واخلاقه اللي العديد من الملحدين والكفار فهمتني
معناها بدنا الثانيين عليهم يرتعدوا على الاخلاق العادمه حاجاتكم واضح. مداخلتك مع الشكر والتحيه اخويا ناجي وشكرا على اتصالك. سي محمد الترشي اللي احنا في العائله ساعات ما نربيوش صغارنا على انه نحترموا الراي المخالف والا حتى في سلوكنا اليومي ما بين اطراف اذا كان اختلفت معايا يلزم تكون مباشره رده الفعل تكون عنيفه. ما فماش اني نتقبل منك ما هو مغاير وما هو مختلف عني بلين وبرفق وبمعامله حسنه، علاش هذا كله موجود؟ إلا منذ قليل أكدت معنى والمعنى هو التربية. نعم. يعني التربية على الاختلاف وعلى قبول الآخر وعلى التعايش مع الآخر، هذه راهي يلزمها تدخل في حياتنا وتدخل في حياتنا مش بالسهل، يعني يلزم تتضافر العديد من العوامل. من العوامل المهمة ما ذكره هذا المشاهد الكريم، يعني نحن تقريبا في كم من حلقة نتحدث بل يلجئنا الأمر إلى الحديث عن المرجعية، يعني إذا ما تحددت مرجعية مجتمع فإن ذلك سيساعدها على تحديد مسارها. نعم. وعلى ضبط توجهها. أنا نرجع لكلامه وأربطه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما نريد أن نتحدث عن الأخلاق وعن القيم وعن السماحة وعن اللين وعن الرفق وعن الرحمة وعن التواصل وعن الحب وعن المودة، هذه كلها نجدها في كتاب الله. ثم إذا ما أردنا كيف تتجسد هذه القيم في حياة الناس وفي دنياهم وفي علاقاتهم وفي معاملتهم، نجدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي أعطاه ربه شهادة لم يتلقها أحد قبله من الأنبياء، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني إذا ما أردنا أن نحدث التوازن في حياتنا، إذا ما أردنا أن يكون سبيلنا في تواصلنا وفي تعاملنا على أساس الرفق وعلى اللين، فلنا قدوتنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. داخل العائلة، العائلة اليوم كيف تعيشه؟ كيف تعيش؟ هل يجد الأبوان اليوم من الوقت ما يسمح أن يتعامل مع الأبناء معاملة هادئة رصينة؟ تلقاها الأم تخدم والبو يخدم، يرجع في حالة نفسية وبدنية منهكة وتعبة، يوصل للدار يحب يرتاح، مش يلقى هكا الوليدات اللي كانوا في ظروف أما في المحضنة وإلا في الروضة وإلا في المكتب وإلا في المدرسة وإلا في المعهد، زاد كيف جايين يحملوا كم كبير متاع ضغط، يولي للبو ولو لم عنده وسع البال للصغيرات وللصغيرات زاد كيف يرفقوا بالحال متاع والديهم. الحياة كيف تكون الحياة متشنجة. هيك علاش يلزمنا وقفة مع أنفسنا لإعادة النظر في مستوى النظام الأسري، في مستوى العملي، في مستوى التربية والتعليمي، في مستوى الإعلامي وفي مستوى الاجتماعي والسياسي. هذه العوامل ينبغي أن تتضافر بدراسات علمية يشارك فيها المختصون في علم النفس وعلم الاجتماع وفي التربية وفي الثقافة وفي الاقتصاد وفي الإحصاء وفي استشراف المستقبل. هذه كلها من شأنها أن تهيئ الأسباب الطبيعية لنشأة جيل يمكن أن يعيش وأن يتعايش برفق وليل وسماحة وبعيدا عن العنف. نعم. وبعيدا. نعم. عن الفوضى. أستاذ محمد، أنت والأستاذ أحمد مهدت إلى الحلول وإلى ربما المعالجة الممكنة اللي تخلينا نقف مع بعضنا نسأل ما هي الطرق الكفيلة بكون أنها تحد على الأقل، مش تقلص وإلا تنفي تماما العنف، على الأقل تنقص منه في مستوى اللفظي وفي مستوى الممارسة. احنا سألنا السؤال هذايا وحبينا نعرف رأيكم في روبورتاج ثاني، حسب رأيكم شنية الطرق الممكنة اللي تخلينا نقلص من العنف في حياتنا؟ شكون يتحمل مسؤولية انتشار العنف في مجتمعنا؟ والله أنا في بالي برشا أطرف. التربية متاعنا من الأول ناقصة، ما احناش متعودين على حتى في وسط العائلة على كونوا أفراد العائلة كل واحد يبدي رايه بطريقته ونقبلوا الاختلاف. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية في نطاق أوسع كونوا سياسيين قبل ما خليوش العبادة تمارس الحرية متاعها، دونك ولا هيك الشيء هيكية العبادة حدا مش متعودة به، وقت اللي توفر ضربة واحدة العنف توجد. بالنسبة لي الأم والأب العائلة النواة الأولى، حاجة أخرى الشارع
اللي مش يتحمل المسؤولية هو المواطن في الأخر، معناتها كسسوا هو اللي هو السبب، هو اللي مش يتحمل المسؤولية. أول حاجة المواطن، وثاني حاجة من برنسيب الأمن والحكومة بصفة عامة. الشعب هو المعليتها، إذا كان يحب البلاد تركع، هو اللي يحافظ على البلاد ومعليتها ويسعى باش أنه البلاد تستقر. يعني لازمنا احنا نكونوا مع الامن يد بيد. حسب رايي اول انسان يتحمل مسؤوليه انتشار العنف في المجتمع هو الاولياء والمربين نتاع الاجيال والاساتذه والمعلمين، خاطر هما اللي يربيو في العباد وهما اللي يعطيو في الافكار. الحاكم والدوله والسلطة هذيك عندها دور ثاني، فهمت؟ الشعب هو اللي يتحمل، لازم كل واحد يكون واعي بالحاجه اللي يقولها، خاطر هيك واجبه في شنو واجبك انت في بلادك، اللي انت تكون مسؤول على نفسك قبل كل شيء، كو باش الامان الكل يعم في البلاد الكل. النيفو الاول هو الاحزاب السياسيه، ما انتم اللي تحملوا، خاطر ما مش ناويين ما انت بيحلوا الازمه السياسيه في تونس، واللي هذا ما انت يخموا في الكراسي، ما مش قادرين يخموا في الشعب التونسي وفي الزيادات وفي ما انت المواطن اخر همهم. شنو هي الطرق والوسائل لمواجهه ظاهره العنف؟ لازم كل واحد، كل مواطن هو اللي لازم يعرف كيفاش يتصرف مع المواطن الاخر، فهمتني؟ لازم يعرف يحكي مع العبد اللي يحترم الانسان باش العباد الاخرين يحترموا بعضهم، باش كلنا نولي، فهمتني؟ طرق الوسائل هي الحزم بيان سور كما كنا قبل، الامن يخدم خدمته والمواطن يحترم نفسه و سافا باسي. احنا في حد ذاتنا ما فما حتى طريقه وحتى وسيله، احنا في حد ذاتنا اللي نجموا نحيوا العنف اللفظي ونجموا نتجنبوه من ما عادش يصير معناتها في البلاد. وفي الامن اكثر معناتها في البلايص، باش الانسان ديما كيف يخرج يحس روحه اللي هو محمي، يحس روحه معناتها الامن موجود في كل بلاصه. ساعات تمشي البلايص معناتها تلقى خاليه، معناتها ما فيهاش حتى دور مراقبه ولا حاجه، بالعمل الانسان يعني يقعد خايف معناتها وين باش يمشي وين يقعد. لازم توفير الامن اكثر من هكا. اول حاجه لازم كما نقولوا احنا ليدوكاسيون، معناتها تعويد، هذه عقليه كامله لازم تترسخ بشويه بشويه، تحب لها الوقت في مخخ العباد. وثاني حاجه لازم تحميل المسؤوليه لكل واحد، عنده حريه ولكن فيها زيادة شويه مسؤوليه حتى عدليا، مش تولي الامور تمشي بسلاسه. لازم الوحده الوطنيه اول حاجه، وثاني حاجة ما أنت العباد كل تقعد في طاولة برك ويحكيوا حوار وطني، حاولوا يخرجوا من الأزمة الاقتصادية، يركزوا على الأزمة الاقتصادية، ما أنت خاطر الاقتصاد هو أساس المجتمع. حاولوا نوعيوا الشباب ونحاولوا نفهموا العباد ونحاولوا نلتزموا بالقواعد متاعنا، وأهم حاجة أهم حاجة بالنسبة لي نرجعوا للدين متاعنا. سيتو حطوا يدينا في يدين بعضنا بس نواجهوا الظاهرة هذه. الكلام مهم اللي كنا نسمعه فيه الآن من خلال الروبورتاج الثاني، وخاصة تركيز كبير على أنه الناس الكل لازم تكون اليد في اليد وكلها متحدة باش تواجه مشكلة كبيرة اللي هي اسمها ظاهرة العنف. الظاهرة هذه ما تتعالجش من خلال شخص وإلا من خلال مبادرة فردية فقط، وإنما واضح من خلال كلامكم في الروبورتاج أنه تركزوا على أنه الناس لازم تتكاتف مع بعضها وتكون عندها مرجعية صادقة وواضحة وممنهجة من أجل أنه تقلص من هذه الظاهرة. هكا علاش باش نسأل الأستاذ أحمد الآن، هل ترى المسؤولية هي صحيح مسؤولية جماعية، ولكن شنو دور أستاذ أحمد النخب الفكرية والمثقف والقائد السياسي اللي هما الآن في مراكز مسؤولية كبيرة باش يقلصوا من هذه الظاهرة؟ يلزم هما يعطيوا المثال وإلا من خلال سلوك ولا من خلال قرارات ولا من خلال ماذا؟ نعم، الحقيقة هي كما قال الأخوان والأخوات المسؤولية مشتركة. نعم. ولابد أن يكون هناك عمل دؤوب وبلا ملل وعمل تشاركي، عمل تتضافر فيه جهود الجميع لمقاومة العنف بالانضباط بالالتزام بالقانون في المرور وفي طوابير أمام شبابيك ربما الإدارات في الشارع قواعد السير، وأن نحرص على أن نغرسها في الأطفال الصغار ونربيهم عليها
لابد أن تتضافر جهود الجميع. تبقى مسؤولية النخب يتحملوا مسؤولية أعظم وأكبر. لماذا؟ لأن هؤلاء هم ينظر إليهم على أنهم في أماكن القيادة والريادة، نعم، ويتطلع إليهم الشباب والمواطن البسيط والمواطن العادي. فإذا التزم هؤلاء باللين اللفظي وبممارسة عملهم في نطاق الانضباط واحترام الناس واحترام مشاعر الشعب واحترام معناها احترام بعضهم البعض، هذا سينعكس على الطبقة الشعبية. نعم. لأنه ديما الإنسان الذي ينظر إليه ويكون في مكان القيادة والريادة هذا يعول عليه في أن يكون قدوة لغيره. الحاكم الأول في المجتمع بالدرجة الأولى الإسلام حطه في مكانة متميزة. في حديث نبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم, السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، يعني ذلكم الحاكم العادل المستقيم في سيرته في سلوكه الذي يعدل بين الناس والذي معناها لا يزرع البغضاء. احنا توا في عالم السياسة مع الأسف نجد بعض الشخصيات المرموقة وكأنها تزرع الفتنة بين الناس، فهذا معناها مسؤوليتهم عظيمة. هؤلاء الناس سيتحملون مسؤوليتهم أمام الله. نقول لكل من تقلد مسؤولية في مؤسسة في حزب في دولاب من دواليب الدولة، راك الناس تنظر لك وتتعلم منك، والأطفال الصغار والشباب قاعدين ينظروا لك، معناها أنك في المكانة هذيك حري بك أن تكون على الخط القويم وأن تكون في ألفاظك وفي سلوكك وفي كل معنى ما يصدر عنك أن تكون على الأخلاق وأن تكون على الاستقامة حتى لا يتأثر بك الغير تأثيرا سلبيا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذاك مرجعنا وهذاك أسوتنا. نعم. وإحنا ديما نرجع مرجعيتنا ونتحدث ديما على المرجعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضخ في الصحابة بطريقة سلسة وبطريقة متدرجة يبث فيهم القيم. الصحابة كانوا يقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، يفرغهم من قيم الجاهلية ومن الأشياء اللي كانوا عليها في جاهليتهم في اعتداء على البعض والإغارة على القبائل والاعتداء والعدوان وكذا، يفرغهم من هذه الأشياء ويملأهم بقيم الإسلام. نعم. أبو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال له طف الصاع، ليس لابن السوداء ليس لابن البيضاء على ابن السوداء ولا إلا مزية أو فضل إلا بالتقوى. وتوجه إلى أبي ذر بقوله إنك امرؤ فيك جاهلية، قال له أنت، لأن هذا كلام فيه عنف. احنا اليوم كلمة العنف بأبسط الوسائل تخرج من أفواه الناس، في الشارع في حركة المرور في الأسواق في البيع والشراء، ما أكثر ما نرى الناس يتصايحون وربما تمتد الأيدي على بعضهم البعض. نعم. من أجل أشياء تافهة. ساعات السبب ما يستحقش أحيانا. لا عليش هذا كله أبعد ما يكون، معناها المسألة يمكن أن تحل بكلمة بسيطة، يمكن أن تحل بأن يكظم الإنسان بعض الغيظ، شوية شوية منك شوية مني، ونساعد بعضنا ونوصل بحول الله إلى الوضعية السليمة. نعم. خلينا نشوف أخونا وحيد الشعري من صفاقس يوافقنا في هذا الرأي أم لا. أخويا وحيد مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك، ونشكرك ونشكر قناة القلم على هذا البرنامج الهادف. وأنا إن شاء الله في مداخلتي نحب نتكلم عن الإعلام، لأن الإعلام وخاصة الإعلام اللي ندفعوه بفلوسنا وشجعوه وكذا، نرى أن الإعلام يبث في العنف،
لانه تشوف مثال برامج على القنوات خاصه القنوات والوطنيه نقص شويه من جهاز التلفزه يا سي وحيد، فقط في الراي راي الواحد ما تعطيش الاراء المختلفه. وفي بعض البرامج انا تشوف انه تبث في العنف وتعطي نظره غير جاده وخاصه للغتنا العربيه ودين الاسلام. فنحب توضيحات من شيوخنا الكرام وجزاكم الله كل خير. شكرا بارك الله فيك خويا وحيد. سي محمد تراشي انه ديما نرميو المسؤوليه الى الاخر ونقولوا وسائل الاعلام ونقولوا انه فما وافد ونقولوا فما صناعه لثقافه، وين احنا اختيارنا؟ وين احنا تمييزنا؟ وين احنا كيفاش نتعامل مع الباهي والخايب؟ معناها مسؤوليه الفرد هنا مش مسؤوليه ضروريه من اجل ان يتعاطى مع وافد بحكمه وبتعقل ويرفض كل هذا الوافد علينا. نعم، في البدايه عندما نتحدث عن العنف راه لا يمكن ان يظهر العنف الا في التعايش وفي التعاش في المعاشره، يعني وقت اللي الناس يختلطوا ببعضهم وين يظهر العنف. وبالتالي في عمليه التغيير في مرحله اولى وعمليه البناء في مرحله ثانيه ما تقوم الا اذا ما شخصنا الاسباب وراء ظاهره العنف. والاسباب هي عديده ومتعدده من الفرد، لكن الفرد هذا وين ينشا؟ اما ان تلقاه في الاسره والا تلقاه في المدرسه والا تلقاه في المجتمع. يعني بعباره اخرى ما نجموش نفصلوا الفرد عن المجتمع، هو يتحمل المسؤوليه الجزائيه عندما يمارس العنف. ونحن لا نعالج هكا قضيه العنف في اطارها الفردي، وانما نعالج قضيه العنف في اطارها الاجتماعي. اكلاش في العنوان قلنا العنف في حياتنا، يعني في حياتنا جميعا، لان ما يمس الواحد يمس الاخر. وتوخونا هنا المتدخل عندما تحدث عن وسائل الاعلام اراد ان يبرز ان وسائل الاعلام لها دور مهم في مستوى تغيير الواقع ايجابا او سلبا. يعني ايجاب اذا ما كانت وسيله الاعلام هذه مهما كانت وسيلة أعلام عمومية ولا وسيلة أعلام خاصة، دورها في أنها تجمع، دورها في أنها توحد، دورها في أنها تغير العقليات وتغير السلوك وتغير المواقف وتغير التواصل بين الناس. باش باك من خلال البرامج التي تقدمها، يعني إذا كانت تحترم فيها الآخر وإذا كانت تقدر فيها الآخر وإذا كانت تعطي قيمة للجميع دون أن تكيل بمكيالين، هذا من شأنه أن يشعر الناس بل أن راه ثم تكافؤ في مستوى الظهور وفي مستوى الكلام وفي مستوى العناية وفي مستوى الاهتمام.